بسم الله الرحمن الرحيم. تلك آيات الكتاب المبين. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. إنه كان من المفسدين. ونريد أن على الذين استضعفوا ونريد أن نمن على الذين ضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم و
ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه
فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك
لا تقتلوه عسى وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصيه وقالت لأخته قصيه وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المرض يا
وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المرض من قبل فقالت هل أدلكم أهل بيتي يكفلونه لكم وهم له ناصحون وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المرض وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على يكفلونه لكم وهم له ناصحون
فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ولما بلغ أشده واستوى وكذلك نجزي المحسنين ولما بلغ أشده واستوى وكذلك نجزي المحسنين ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه Mm-hmm.
ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فاغفر له قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فاغفر له فأصبح في المدينة
الذين خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين وجيء رجل من
أقصى المدينة يسعي قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب قال بنجني من القوم الظالمين وجيء رجل من أقصى المدينة يسعى وجيء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم ولما توجه تلقاء مدين قال عسي ربي
قال عسي ربي أن يهديني سواء السبيل. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قال ما خطبكما
ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذوذان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي ها
قالتا لا نسقي قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما عاوز ايه؟ حاضر ولما ورد ما مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير إحداهما تمشي فجئت
إحدهما تمشي فجيءته إحدهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم فجيءته إحدهما تمشي تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا قال لا تخف قال لا تخف فلما فسقيلهما ثم تولي إلى الظل فقال رب إني لما
يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما إن خير من استأجرت القوي الأمين. إن خير من استأجرت القوي الأمين. قالت إحداهما يا أبت استأجر. إن خير من استأجر
جرت القوي لمي قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن وما أريد أن أشق عليك وما ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك قال ذلك بيني وبينك قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل قال ذلك بيني وبينك أيما أجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل صدق الله العظيم الله يبارك فيك.